الله، ايه يا عاد مالك قاعد شايل طاجن ستك كده، بتفكر في ايه؟ في فلافيلو يا بابا. لا 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 لا، اطمن على فلافيلو. فلافيلو الدكتور كشف عليه ولقاه كويس خلاص. بس انا لسه خايف عليه. ولا يهمك، هو بس كان عنده شويه زعل يعني. وزعل يا بابا يعمل كده؟ ها، عشان كده انا فكرت اروح ادور على اصحابه واجيبهم له يقعدوا معايا بسطور. بابا انا عايز اشوف. ومال واجب تروح تشوف، بس ما تتاخرش. حاضر. شوف بقى يا فلافيلو، احنا مجهزين كل حاجه للرحله. بس في مشكله بقى بسيطه قوي، انت هتروح ازاي؟ اذا كان الاوتوبيس مش نافع وعاوزين نبقى على راحتنا ناخد تاكس. خد يا زيك عايزك. اخواني اخواني اخواني، انا بقول ناجر مركب. بايخ بايخ بس هزيكو. بايخ بقى انت، ما تقولش حاجات الا بايخه. يا جماعه مش وقت ضحك دلوقتي. صحيح هنعمل ايه؟ نعمل ايه يا فلافيلو؟ عشان ايه ده يا فلافيلو ده؟ نعمل طابور الصباح؟ لا مش هذا. ندندب برجلينا؟ فهمت فكرة، نروح ماشي. دي كانت رجلينا تتكسر. ايوه بس احنا لو مشينا لغاية الحديقة الدولية ناخد يومين في المشي. ما هم هيبقوا يومين في المشي وخمس ايام في الاتوبيس. هي فلافيلو فكرتك حلوة قوي، انت جايز ما تتعبش لانك فيل وقوي، لكن عشان خاطرك هناخدها ماشي. احنا صحيح في اول الرحلة هنبقى نشوتين ونقدر نمشي، بس بعد شوية هنتعب ومش هنقدر نكمل. ايه عايز تقول ايه فلافيلو؟ عاوز تقول ايه؟ لا 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 لا. ايه؟ نزلني يا فلافيلو، انا زعلان منك. شاطر شاطر يا فلافيلو، انا فهمتك كده يا طمطم. بتشجعيه على كده؟ انا كده خلاص مش هعرف ادربه ما دام هزقني بالشكل ده. يا بوجي افهم، فلافيلو قصده يقول لنا اننا لما نتعب يقدر يقعدنا على ظهره ونكمل المشوار. هايل يا فلافيلو، اتحلت كل المشاكل. بس في مشكلة واحدة. ايه؟ انزل دلوقتي ازاي؟ ونجحتوا في الامتحان؟ ما شاء الله، الله يبارك فيك. خد خد يا مرة، وانت يا نشوى، وانت يا عم احمد، مع السلامة. ابهاتوا اصحابكم تعالوا. مع السلامة. أبو علي أبو علي، سمعت إن الفيل موجود بجد؟ طبعًا موجود، أمال يعني أنا كنت بضحك عليك؟ طب ما تيجي نبص عليه بص. عم سيبك منه. ليه والاتفاق؟ يا عم سيبك. يبقى لازم في دماغك حاجة تانية يا أبو علي. ولا حاجة تانية ولا غيره. ما تتفضل تقعد شوية. لا شكرًا. ما أنا لازم أعرف أنت برضو بتفكر في إيه. هكون بفكر في إيه يعني؟ أصل مش معقول تسيب الموضوع ده. نصيبك فيه كذا ألف جنيه وتقول لي سيبك، يبقى أنت عايز تاخده لوحدك. يا عم أنا مش عاوز آخد حاجة لوحدي ولا حاجة. ماشي أبو علي، السلام عليكم. مع السلامة مع السلامة. أهلاً 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 يا حلوين. أهلاً يا علي. لا بابا سابك إزاي؟ أنت جاي من وراه؟ لا أنا لازم أقول لبابا على كل حاجة. شفت فلافيلو بقى حلو إزاي يا علي؟ إزيك يا فلافيلو؟ سلامتك. خضينا يا ابني حتة خضة. لو شفته يا علي وهو ممدد كده وقاطع النفس. بس يا تمتم بقى مش عايزين نتكلم في السيره دي يا تمتم. صح، ولا اي حاجه تزعل. ويا فيلو يا جميل، احنا طالعين رحله جميله عشان فلافيلو يتفسح ويفرح ويلعب. مبسوط انك رايح تتفسح يا فلافيلو؟ ايوه يا عم، مفيش حد قدك، كل العالم بيدلعك. ما تدلعونا انا كمان شويه. بس هزيك اسكت اسكت، بلاش بواخ. طب ارقد واعمل نفسي عيان؟ ده يبقى تمثيل سخيف ومكشوف وكل الناس هتفهم. بس هيدلعوني. لا لا، هيتريقوا عليك بقى وهتبقى مسخره. طبعا لا بقى، الصحه احسن واجدع. ما قلتليش
هتتفسحوا فين؟ في الحديقة الدولية. الله، ده انا عمري ما رحتها. طب ما تيجي معانا. بابا مش هيرضى، اصل لعبت جامد اول كام يوم اللي فاتوا. هنبقى نحكي لك. ومرمر هتاخد لنا صور كتير هنبقى نوريها لك. المهم عندي فلافل وزقطه، ابقوا فوتوا عليا وانتوا رايحين عشان اشتري لكم بونبوني من مصروفي. ايه الكرم ده كله؟ مش انتوا اصحابي وبحبكم؟ وفلافل كمان بيحبك. واحنا نغني له بالبلا بالفول ابقى فيلو زي امه 16 كيلو يضرب كلمات بالسلمة ويرقص لنا واحنا نغني له بلا فيلو فيل الابيال في الكورة بطل الابطال بلا فيلو فيل الابيال في الكورة بطل الابطال الفلفل يا عيال هي يا حبيبي الكل يا فلافيلو فلفل فلفولة فلافيلو زي امته 16 كيلو يضرب كلمات بالزلمة ويرقص لنا واحنا نغنيله فلفل فلفولة فلافيلو زي امته 16 كيلو يضرب سلامات بالزلمة ويرقص لنا واحنا نغنيله يضرب سلامات للزلمة ويرقص لنا واحنا نغنيله يسلم لما يلعب ودنه يا حلال ويرقص بطنه كده كده هو كده 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 هو ولا فيل في الدنيا اشطر منه يا اشطر فيل يا فلافيلو يا اشطر فيل يا فلافيلو فلفل فلفولة فلافيلو زي امته 16 كيلو يضرب كلمات بالزلمة ويرقص لنا واحنا نغنيله فلفل فلفولة فلافيلو زلمته 16 كيلو يضرب سلامات بالزلمة ويرقص لنا واحنا نغنيله فلفل فلفولة فلافيلو زلمته 16 كيلو يضرب سلامات بالزلمة ويرقص لنا واحنا نغنيله
وانا يا تام. ايه ده زيكا؟ ايه تعالى بص بص ايه اللي جاي هناك ده؟ مش اللي جاي هناك ده يشبه علي؟ تمام يا اخي، انده لمرمر تصوره عشان نوري الصوره لعلي لما نرجع. مرمر يا بوجي يا بوجي يا زيكا. الله، ده هو ده علي فعلا. هو الحمد لله لقيت، كنت بدور عليكم. بتدور علينا؟ طب ازاي؟ اما حسن سابك تيجي ازاي يا علي؟ ده جه من وراه. ابدا والله، بابا من نفسه كده لقيته بيقول لي اجي هنا، بس قال لي ما تروحش بالعجله. وجيت ازاي؟ بالمواصلات العاديه. احنا بقى جينا بالمواصلات فوق العاديه. ازاي؟ على ظهر فلافيل. ايوه صحيح، فلافيل جبتوه ازاي؟ سوقناه. هو فين صحيح؟ اسكت اسكت، مش احنا شفنا الفلافيل بيبرطع، عمال يبرطع من هنا ويبرطع من هنا ومحدش قده. اهو فلافيل هناك اهو. تسابقني بقى المرة الجاية. بص فلافيل، ما تهربش من السؤال، تسابقني. الله، بس بقى يا اخي. ايه ده يا بوجي؟ ازيكوا بقى؟ ايه يا زيكو؟ ايه ده بيغلس عليهم الصبح؟ بيغلس عليهم الصبح؟ هسيبه ازيكو. تعال تعال بس اوريك حاجه. هو خايف يسابقني ليه؟ شفت يا طمطم؟ خايف يسابقني تاني اهو. بقول لك هغلبك. طب يلا بوجي بوجي، امسك لنا انت السبق. خلاص يا زيكا؟ موافق، انت حاكم يا بوجي. ايوه انا حاكم، انا ما سافر بقى. بس بصوا شوفوا بقى، لما اخلص عدي لغايه ثلاثة تجروا على طول، اللي يجري الاول قبل ما اقول ثلاثة يبقى هو اللي خسران. تروحوا لغايه العلامه اللي هناك ده وترجع، اللي يلمسني الاول يبقى هو الاول. مفهوم؟ اه مفهوم. عشان بقى اما عدرا يلا، واحد اتنين اتنين ونص اتنين لا لا، انتوا الاتنين خسرانين. هو والله العظيم اللي اتحرك الاول، انا خفت ما تاخدش بالك، جريت وراه على طول. لا لا لا، كلامي كان مفهوم. طيب من الاول يا بوجي بقى. لا لا لا، انت اللي وقعت. وانت كمان. لا لا لا، بس انت وقعت وعامل شاطر. تسابقني تسابقني تسابقني. ايه ده؟ خلاص بقى خلاص يا زيكا بقى، هديكوا فرصه تاني. مفيش، اسمع يا زيكو، مفيش فرصه تاني. طيب خلاص، اهو انا بقول لكم الكلام، انتوا الاتنين اهو. مفهوم مفهوم مفهوم. يلا واحد ايوه اتنين ايوه اتنين ونص ثلاثه. يلا يا جماعه يلا بقى، هو جه حاجه، جبت الكاميرا مع
معادي والكابل؟ ايوه، ما نسيتش حاجه. والترمس والكره هتنفع. كل حاجه يا بوجي معايا، ما تخافش. يا فلافيل، هنروح البيت بقى، ولما تاكل كويس وتاخد بالك من صحتك هنجيبك هنا كتير، ها؟ ونروح كمان حتت تانية أكتر. إيه ده؟ أنتوا واخدين ده ورايحين على فين؟ ده الفيل بتاعنا يا عم الحارس، ده اسمه فيافيلو. بس ده بتاع الجنينة. بتاع الجنينة إيه؟ ده بتاعنا إحنا، وجبنا الجنينة عشان نفسحه شوية، ومرجعينه تاني البيت. انتوا عايزين تفهموني ان انتوا مربينه عندكم في البيت؟ صدقني يا عم الحارس، الفيل ده احنا ده مش هيطلع من الجنينه، يعني مش هيطلع من الجنينه. يا عم عرجوك تسيبنا نخرج بيه، لازم نرجعه زي ما جينا سوا نروح سوا. لا يمكن اخليكم تخرجوا ابدا، انا قلت لكم اهو، عايزين تخرجوا اتفضلوا اخرجوا، بس ده لا. لا، أنا لا يمكن نخرج ونسيب فلافيلو أبداً. تعالوا يا جماعة،